فمن بين المستثمرين الذين نجحوا في إطلاق مشاريعهم الشاب محمد الأمين الذي استطاع في ظرف قياسي إنشاء مؤسسة لإنتاج البلاستيك، إذ يطمح إلى توسيع مشروعه والتصدير نحو الخارج. لما لا تقول سما يعقوبي؟ بمعدل إنتاج يفوق 1000 طن سنوياً، تعمل هذه المؤسسة المصغرة ومنذ إنشائها عام 2011 على تطوير منتجاتها في مجال تحويل البلاستيك، وتأخذ مكانة في السوق المحلية، ليتعدى الطموح تغطية الحاجيات الوطنية إلى آفاق التصدير. يعني اليوم رانا ننتجو PVC اون غرانولي سوبل إيريجي. يعني هذه المادة PVC سوبل هي مادة تستعمل لصناعة لاسومال تاع الأحذية، يعني الكابل لي جوان لي تويو داروزاج. واليوم رانا نقوموا أيضا بصناعة PVC ريجيد اون غرانولي. يعني هذه المادة احنا يعني هي المؤسسة الأولى في الجزائر اللي راهي تصنع هذه المادة. هي مادة كانت تستورد يعني لحد الآن، اليوم رانا نقوموا بصناعتها وتوفيرها يعني في السوق المحلية. 14 عاملا تم تكوينهم وتوظيفهم بهذه المؤسسة في انتظار توسيعها لتشمل عددا آخر من الشباب البطال. بعد ما أني كنت بطال شغل عطاتنا فرصة وقمنا بتكوين، كما أنا درت تكوين تاع تريسيتي ماشين والحمد لله. وإن شاء الله شوف الشباب هذول اللي بطالين إن شاء الله يسيبوا خدمة كما أنا يدخل. حاوسهم ان شاء الله يقضوا لهنا ويتكلوا على ربي ويسبوا خدمه شركه محتاجه خدامين ان شاء الله. محمد الامين نموذج استثماري ناجح في ميدان تحويل البلاستيك الذي يعد مجالا حيويا قلما يستقطب العديد من اقرانه.